بسم الله الرحمن الرحيم. غبطة الكاردينال لويس ساكو المحترم، أصحاب السماحة رجال الدين الأفاضل، السادة السفراء، السيدات، السادة حضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم مساء. في البدء أتقدم بوافر الشكر والامتنان لغبطة الكاردينال لويس ساكو على هذه الدعوة الكريمة لإقامة هذه الصلاة في بيت من بيوت الله بهذا الجمع المبارك من كل الأطياف والمذاهب والأديان في صورة للأخوة والتعاضد. ربنا واحد وديانتنا واحدة تكمل الأخرى. نحن في أمس الحاجة في هذا الوقت العصيب إلى هذه الوحدة وإلى هذا الخطاب وإلى هذا الدعاء وإلى هذه الصلاة، حيث مشاهد القتل التي نتابعها يوميا في هذه المنطقة، هذه المنطقة التي كانت مهدا للديانات السماوية التي أرست القيم ومبادئ التسامح وأعلت قيمة الإنسان، الإنسان الذي يستباح دمه بدم بارد يوميا في غزة والأراضي الفلسطينية. أكثر من 10 أشهر ومشهد القتل والدمار والتخريب يستهدف الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين، استهدف دور العبادة، الكنيسة والجامع والمستشفى والمدرسة، استهدف الأبرياء العزل في بقعة أرض صغيرة تضم أكثر من 2 مليون. وللأسف نقول إن هذا الاستهداف الممنهج والإبادة الجماعية تحصل أمام صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي أمام خروقات حكومة الاحتلال التي استباحت كل شيء وضربت كل القيم والاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط. إنها شرعنة لشريعة الغاب التي تستهدف الإنسان بكل مكان. نحن أحوج ما نكون إلى خطاب رجال الدين، القادة الدينيين الذين دائما ما تكون خطاباتهم توجه أخلاقي، خصوصا في الظرف العصيب. قبل أيام تابعنا بيان المرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني الذي أشار بوضوح إلى حجم التوحش في جرائم الكيان الغاصب ضد الفلسطينيين، واليوم تأتي هذه المبادرة الكريمة من غبطة الكاردينال. أود أن أؤكد على موقف الحكومة تجاه هذه الأحداث التي تهدد المنطقة بالحروب والصراعات. هذا الموقف الذي ينبع من مواقف العراقيين بكل مكوناتهم وأطيافهم، والتي عبرت عنها المراجع الدينية والتجمعات الشعبية والرسمية والحكومية، موقف متضامن مع فلسطين. هذه القضية المبدئية، قضية العراق الجوهرية، ورفض هذا العدوان الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم. كانت الحكومة منذ الأيام الأولى موقفها واضح وتحذر المنطقة والعالم من مغبة التوسع في ساحة الصراع، والتي للأسف حصلت اليوم بفعل هذه الخروقات من حكومة الاحتلال. لا زالت مساعينا مستمرة مع كل الأصدقاء في المنطقة لإيقاف هذا التصعيد، كما ونؤكد على موقفنا باتجاه المحافظة على أمن واستقرار العراق. فالعراق أولاً في توجهات الحكومة، ولن نسمح لأي طرف بالعبث بأمن العراق، وسنبقى
في منهاجنا وسلوكنا اليومي نعمل من أجل العراق والعراقيين بكل مكوناتهم وأطيافهم. تقبل الله صلواتكم ودعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.